السلام عليكم، يوم جديد في المقر. ابو زهره، ايش عندنا اليوم؟ ايش عندنا؟ جاي معك اكل الليل. بتجيب لك اكل؟ نجي نظبط لك اكل. احنا بنظبط لك اكل. ايوه بنروح نجيب اغراض، نروح نجيب نسوي لك باستا. شو سميها؟ الباستا اللذيذه. الباستا الخفيفه، الباستا الخفيفه. الخفيفه الخفيفه. المهم بنسوي لكم باستا اليوم. صدقيني والله. ايه. وش ذا؟ كنسل رجع. وش ذا السلطة؟ جيب سلطة. وجايبها سلطان هذه. بعد. اي والله. دقيقة سلطان. تبغى باستا؟ ابي باستا اكيد. تبغى جاسر تبغى باستا؟ باستا. بنسوي لكم باستا. في اكل. في اكل. اي شيء. بنروح نجيب الطبخة ونجيب الاغراض. اليوم يوم اجازة. فوتشيني ولا سباجيتي؟ سباجيتي. بنروح انا ابو زهرة الحين. بنروح انا ابو زهره ونجيب لكم الاغراض. انا مو كبسات والله. لا كبسات بعدين. ها؟ بعدين ما نبيها خلاص. ايوه نجيب لكم باستا الحين. ايطاليين حنا. جيبون كذا لما تاخذها تتقطع كذا. ايش كذا؟ مضمض. نص ساعه وجايينكم. نص ساعه. طبعا الحين راح نشتري الاغراض. طبعا اللي بنسويه شيء حار حلو. بروح نشتري الاغراض انا. هلا والله ابو زهره. هلا والله. الباستا الايش؟ الباستا الحارة. نروح نشتري الاغراض ونرجع لكم. الحين جاء دورنا نختار احر اندومي موجودة. معلش مكرونة. اسم الراقي مكرونة. دقيقة خليني اوريكم. هذه الانواع الموجودة. هذه شكلها. يا ولد هذه شكلها من وجهها صح؟ شوف حتى في الفلتين. ايوه هذه شكلها هذه. مكرونة حراقة راي من مدري ايش شو اسمه ذا حق ال هذه دقيقة نشوف يا ولد في صح؟ اتوقع انها هذه ولا نخلط الاثنين مع بعض نسوي كومبو بين الاثنين وفاة على طول كثر منه ايوه ها وش لقينا هنا؟ رايك هذه حق التقديم ايوه والله العظيم انه شكلها والله حقت اقسم بالله انك انت تنفع حق مطاعم يا زلمة والله كذا كذا يا سلام ونقدمها يا سلام كذا خلصنا العربية كل شيء جاهز المكرونة التقديم الصحون الحليب عشان برضه ما حد يموت يلا خلصنا يا زلمة خلصنا يلا المكان اللي بعده يا شباب ابو زهرة شو عندنا هنا؟ بس العين حلو الغاز حلو القطة شو؟ القطة يلا خلاص خلنا نقط يلا ابو زهرة خلنا نروح نقط في المطعم يلا خلاص الحين نحاسب وعلى المطعم وصلنا الحمد لله معنا الاغراض هنا بسم الله الرحمن الرحيم طبعا يا جماعه الان عبد الله تقريبا له نص ساعه يحاول يولعها اذن البشر عبود عاجبه الوضع والله العظيم وش شغاله ها جاء المنقذ وصل احمد هاي احمد هاي طباخ بعدين هذا يقول طق وش يقول عبود طق يعني طق يعني ايش؟ ها ايه احتكاك الغازي Using while moving or in a slope when engined the burner check whether the flame is lit. Interior need when used is closed space. سباسي. لازم close the space يا حمار. يقول close the space يعني لازم تغطي هذا. لا لا كذا. بسم الله. طيب وش يقول لك؟ Used in a closed space. ايه يعني ايش؟ مسافة مغلقة قدر الامكان. هاي احنا اغلقنا ما حد هو سواها داخل ولا برا؟ في المحل. خلاص جلدت بوابة على طول هذا هكذا طق
عز الله جالسين نحل نظرية. شلون فيلم نحل والله؟ لا اله الا الله. ها؟ انت الحين هذيك ركز معك، انا معك خرطوم عشان اذا حجت معنا. هذيك بسرعة كذا، وانا بكون جنبك، اول ما يصير شيء بشغل التانك. اي خلاص خليك. شيء انا بشغل التانك وجهي. ها؟ علمني بس هذا الشيء. قل لهم عيش. ها؟ كذا. ايوه هذا يمسك. عشان يمسك هذا الضابط عطيه وصل يا شباب يا فنادق ابو زهره كان معي ابعد راسك الله اكبر يا اخي قسم بالله تحيه ادو كيف شغلت ترى ما يشتغل اذا تتكلم يسمع صوتك ما يشتغل ترى شوف طبع اسمع لازم تسمع لازم تسمع له هو اللي يحكي الحال الحين عادي يعني عادي الحين تتكلم ما يشتغل شغله الله يعلم ايوه يا لو سمحت لو سمحت استاذي استاذ زياد لو سمحت لو سمحت الطبخه سريه وخاصه لو سمحت انا احنا اسفين ها ولا نكمل كمل افتحها اوه ريحه فلفل هذا نووي هذا بيدخل هذا وشو فلفل صح والله ما ادري اللي يعرف الترجمة يا شباب يكتب. لا حد يجي هون لا حد يجي. استاذ سلطان لو سمحت كيف اقدر اخدمك؟ انا اجيب لك مويه شوف يدي مالك تبي بارده ولا حار يا سلطان تبي وش تبي انت بس امري. بنتين واحده ثالثه. لا الله يستر عليك لا الله يا سلطان شو عشان ما تقولوا ان النظافه يا جماعه النظافه اهم شيء لازم تغسل كل شيء قبل ما تستخدم خمس دقائق نرجع لكم بعد خمس دقائق يا شباب لازم نفتحها وش نشوف شو هذا فلفل هذا متكت فلفل خلينا نفتح نشوف بسم الله واضح حط مالك يعطي نكهه يا سلام الحين نعطيها حركه خلاص نخلط ها سهره على ثوبي يا ولد الدم نزل صب الدم على ثوبي حط الله كنا دم اي والله كنا دم اخلط هاي ابو زهر لا بوخر انا لا تفكر يلا حط يوه سلام يا سلام دقيقه بس كنك محنيتك الله لذيذ والله يا هذا من ريحه تدوخ شوي شوف كيف والله العظيم انه مزبوط بسم الله العظيم لازم نسوي تست شوف عشان ما تقولون يعني احنا لا على كل صحن يتقدم هنا والله انها طيبه هي والله انها طيبه يعني ما كذبت والله انها حلوه والله انها حلوه لكنها ها فيها لسعه شوي يا سلام كيف بروح عند العيال نسين ولا لا هيك ابراهيم جوعان جوعان لا فطور ولا غدا الساعه كم ما عليك سلطان مدي وين سلطان لا جوعان بيجيك الحين بيجيك شفتوا هذا يعني خلاص اتوقع الموضوع انتهى ايه زين يا ولد شوف الحركه ابو زهره واقسم بالله العظيم يا ولد فنان والله شو رايك خل التزيين علي ما عليك حطه كذا بس كذا جيبه ما عليك اصبر يزبط والله العظيم فنان طيب كذا تهتم طريقه التقديم كذا تقديم كذا ايوه حركات كذا كلها ايوه هذا يلا ابو جاسم تفضل شمر يعني الحين اي ما عليك تفضل تفضل ما لك والله شهتي بالجبنه البارميزان طيب وش مكوناتها يا طويل العمر باستا طالبينها من ايطاليا حلو اليوم جاتنا طالبينها من امازون حلو مع الطماطم من جزر الكناري مع البقدونس ونعناع خصيصا من المدينه شوف الجبن كيف يسيح
لا ساتر يا ساتر والله لذيذ والله شكله من منظر لذيذ شيء مو طبيعي بالعافية ما كانت تحط فمي حرارة عطني فلفل لا هي كذا لا هي كذا هي كذا بس حلو ولا يا ياسر ايش تمات ياسر ايش فيك يا اخي انتوا تعرفون يا مع الفلفل المشاعر مخبطه ما بين الحار دقيقة يا أحمد أحمد دقيقة بنجي لا لا معناك الحين بنجي يا ولد لا تجي يا ولد لا 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 أسهل جاسم نزبطها لك شكلها كذا إيه والله شوف نفس الوقت شكلها حلو والله طلع حلو شكلها والله ما أدري حلو جيب النعناع حطة النعناع حلو هذا طبق أحمد أحمد جدور أحمد الحين وين شوف نريد طبق يا سلام طلع منك السبع أحمد السلام عليكم مقالب الشباب الحلقة الثانية اليوم صح؟ لا شوف الشكل شوف خلصت مع كورونا ايوه شوف لا ما احتاج مي كبسة عيال والله ما انت ميني ايش رايك؟ يعجبنا جوا ايوه يا سلام بالعافية بالعافية ان شاء الله والله انها طعم حلو والله العظيم هي حارة شوي بس والله انها صدقنا حارة كثير يا بلبلة زيادة لا هي كذا طب هي طبها حارة انا كنت بمدحكم بس حارة يعني خشب حطب يا بلبل هي كذا اقسم بالله انها الف باستك ريتها شكرا حبيبي والله شهاده لا تزيها يا احمد شهاده شكرا لك والله بدون مجامله والله يا جماعه انها الف باستك ريتها طويله سباكيتي لكن حاره ها ناقصه حاجه واحده وشو دجاج حطونه وزياده جبن اقسم بجلال الله انتوا هل هذا متعمدين ولا مقلب؟ والله العظيم حاطين مقلب اي والله بس مش انه ها؟ والله العظيم مقلب ايش؟ مقلب والله العظيم عرقين دقيقة ما تدرون انتوا مويه حلو بس حار ها سلطان حار شوف رايك من حركة الشوكة هذه؟ حقت ازم هذا وش هي؟ هذا حركة طماط هذه هذا النع اللي أكل أول شيء هذه هذا بالعافية هذه الطماط نفسها طماط نفسها طماط نفسها هي أصلا ها كيف؟ حلوة سلطان إن شاء الله أنك مبسوط يعني مبسوط من تأكل مرة بالله روح جيب زيادة سلطان زيد له زيادة حار شوي بس انه لذيذ زيادة احس في حرارة هنا الحرارة تحبنا حبيبي والله ابراهيم السلام عليكم ابراهيم كيف حالك؟ ابراهيم مين؟ عندك ذي عن حبيبي شوف 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 يا سلام الله الله هل النعناع لا قرف لك ها بالجبنة هذه اثار الجريمة ما عليك هذه هنا اثار الجريمة اجعلها بالعافية يا ولد صح هذا وشو؟ احمد خليني بس عمك هذا والله يا اخوان النية اللي اكتشفناها في النهاية انها كان مقلب لكن اكتشفنا انها من الذ الباستات اللي في العالم شكرا استاذ عبد الله على الطبخة هذه اللي تبي تجيب فينا العيد وربي الحمد لله رزقنا بالنعمة الاكل اللذيذ وبدنا انك تسوي واحدة ثانية بعد شوي تفضل خلاص لايك واشتراك وكثروا من الباستا يا شباب واقف على رجولي محتاج غيري يصرع عكاز تنوي تكسر رجلي حاقد واكسر سعيك بالإنجاز اسمي باور أكبر تاور والتعبير الصح إنجاز يوم الكل يتساقط جنبي واقف والكل ينحاز فرض وجودي طرق حارق صدر الهيترز حرق غاب غير صعود السلم حتى الأعمى شاف الفرق